أخبار اليوم. طارق الشيخ، بنرحب بيك في بوابة أخبار اليوم، وبنبارك لك على معرضك في قاعة الباب دار الأوبرا المصرية. وكنا عايزين نعرف إيه أهم ملامح المعرض والخامات اللي أولا الله يبارك فيك. وبالنسبة للمعرض، يعني فكرة المعرض بتدور عن المواطن، يعني اللي هو أنا، يعني بشكل بسيط خالص، بحركة بسيطة، بأداء أي حد ممكن يعمله، حركات موجودة في كل لوحة، يعني فيها تطلع للحرية وتطلع لأن أنا أتنقل لحاجة تانية، لمكان تاني، لعالم تاني، لواقع غير الواقع الموجود ده. بالنسبة للفكرة عموما، يعني بالنسبة للخامات، في تنوع في الخامات. يعني أنا بشتغل رسم إتشينج، واستخدم معاه خامات. في المعرض هنا في اتشنج كتير مع خامة كده زي خامة السلك، يعني بكمل بيها الشغل، يعني ويعني هي بالنسبة لي ضرورية، يعني بالنسبة لي أنا ضرورية في الموضوع ده، وهي عاملة حالة، أو بحس إن الشغل ما ينفعش غير لما تتحط الخامة ديت في مناطق معينة. يعني في شغل تاني اتشنج مع ألوان أكريليك، بس في حاجة تانية اللي هو البينتينج، اللي هو التصوير ملون زيت وأكريليك، وفي حاجات ألوان مائية بستخدم معها شيء من الكولاج، يعني جزء كده بيبقى فيه كولاج مع ألوان مائية مع أكريليك. ده بالنسبة للخامات. امتى هيبقى الفن التشكيلي أداة أكثر تأثيرا، أو أداة ليها مدلول عند الناس أو فاهم عند الناس؟ والله بص، هو يعني الموضوع ده موضوع مش بنتكلم فيه من زمان قوي، بس هو طبعا إمتى وليه وإزاي ده موضوع كبير قوي، محتاج مش قضية الفن التشكيلي بس أو الفنانين التشكيليين بس، يعني هي حكاية عامة كده. يعني لما كل حاجة تترتب، كل حاجة هتمشي في وضعها الصحيح. يعني مهم جدا، أنا كفنان تشكيلي عايز طبعا الموضوع يوصل لناس كتير والأعمار كتير والمستويات كتير. طب هي المستويات دي مثلا أنا بستهدف إيه؟ يعني أنا بستهدف مثلا الطلاب من وهم صغيرين وهم كبار، أو يكبروا مع الموضوع. فده هنا أنت بتخش في مسألة بقى، أنت محتاج تعاون مع مثلا وزارة التربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم محتاجة تعاون مع وزارة الثقافة، والوزارتين محتاجين يتعاونوا مع وزارة ثالثة ما، يعني كل دي حاجات بتكمل بعضها. فهي الموضوع عندنا مفهوش، يعني ما يقعش على عاتق الفن التشكيلي بس أو وزارة الثقافة بس. نشكرك في نهاية اللقاء وبالتوفيق في معرضك، ونتمنى أن يكون الفن التشكيلي له وجود أكتر من كده إن شاء الله. وأنا بشكركم جدا، وإن شاء الله نبقى موجودين أحسن من كده إن شاء الله.